به عسلامة، مرحبا بك. في الفيديو الفاتين رينا ستريبتوكوك بيوجين اللي زادا نسميوها بالكلاسيفيكاسيون دو لانسفيلد اللي تعتمد على السكر اللي موجود في البروا نتاع البكتيري سميناه ستريبتوكوك جروب ا. في الفيديو هذيا باش نراو ستريبتوكوك اغالاكتيه اللي هو زادا نسميوه بالكلاسيفيكاسيون دو لانسفيلد ستريبتوكوك جروب بي. مرة أخرى البكتيري هذه هي كوكسي جرام بوزيتيف كاتالاز نيجاتيف واللي هي تعمل إيموليز بيتا، دونك نقولوا لها بيتا إيموليتيك. ودونك حاجة أخرى بالنسبة للبكتيري هذه هي أن هي تتلمت أنشينات. في الفيديو الفاتين رينا كيفاش نفرقوا ما بين ستريبتوكوك بيوجين وستريبتوكوك أغالاكتي. مثلا قلنا أنه الكلاسيفيكاسيون دو لانسفيلد اللي تعتمد على هذاك السكر اللي موجود في البروا تمكننا نفرقوا ما بين هذوما الزوز. ورينا زادة حاجة أخرى، مثلا رينا أنه نجمو نستعملو أنتيبيوتيك اللي هو الباسيتراسين اللي ستريبتوكوك بيوجين يموت بيه، بورتون ستريبتوكوك أغالاكتي عنده ريزيستانس ناتوريل للأنتيبيوتيك هذايا. ورينا زادة التست متاع الكومب. في التست متاع الكومب باش نشدو جيلوزوسون اللي هو ميليو دو كولتور، باش نحطو خط متاع ستافيلوكوك أوريوس كما ترى هوني اللي هي بكتيري بيتا إيموليتيك، وباش نشدو واحدة من الستريبتوكوك اللي هي بيتا إيموليتيك مازلنا ما نعرفوهاش شنيا اسكو بيوجين والا أغالاكتي، باش نحطوها في خط بيربوندوكولير للخط اللي عملناه بستافيلوكوك أوريوس. إذا كان البكتيري متاعي هي ستريبتوكوك أغالاكتي فأنه باش نلقى زون في الوسط وين زوز خطوط هذوما باش يتقاطعوا، باش نلقى زون اللي هي فارغة معناتها صارت إيموليز كبيرة. اون فيت ستريبتوكوك أغالاكتي السكريتي فاكتور اللي هو نسميوه الكامب فاكتور اللي هو اون فيت يقوي من البيتا ايموليز نتاع ستافيلوكوك اوريوس، هذاك علاش دونك يصير الفينومين هذايا. السؤال الجاي هو البكتيري هذيا وين تعيش؟ دونك البكتيري هذيا هي تابعه للفلور بكتيريان العاديه نتاعنا، يعني نلقاوها بطريقه عاديه في البدن نتاعنا. دونك وين نجمو نلقاوها؟ نلقاوها مثلا في الاوريتر وين تعيش بطريقه طبيعيه، ولكن ساعات رارمون تنجم تعطي انفكسيون اورينير. نلقاوها زادة في الكولون وفي الركتوم، ولكن أكثر بلاصة لازمك تتذكر وين تعيش البكتيري هذية هي في الفلور بكتيريان متاع الفاجا. دونك حكيت 20% من اللي فهم عندهم البكتيري هذية في الفاجا متاعهم. دونك إن فوا تكون هي في الفاجا راهي ما هيش باش تعطي حتى باتولوجي. وقتاش باش تظهر الباتولوجي؟ كي المرأة هذية باش تحبل وباش تجيب صغير. اون فيت كي باش تجيب صغير البكتيري هذية اللي هي تعيش في الفاجا تنجم تعطي اندوميتريت اللي هي انفكسيون متاع الاوتيروس متاع الفام هذيا. اللي اخطر من هكا هو انه البكتيري هذيا تنجم تاثر في البيبي. اون فيت هذاك البيبي ان فوا باش يتعدى بالفاجا باش يتنفس البكتيري هذيا، دونك باش تدخل في الاربر ريسبيراتوار نتاعو، وكيف كيف تنجم تتعدى بالكونتاكت كوتاني. البيبي فريمون سيستيم ايمونيتير نتاعو خايب، دونك تنجم تعمل له ديزانفكسيون خايبين. دونك لي زانفكسيون هذوما نقسموهم حسب الوقت اللي يجي فيهم. دونك اذا كان الانفكسيون تجيه ماكسيموم 6 ايامات بعد ما تولد نسميوها مالادي بريكوس، واذا كان ما بين 6 ايامات و90 نهار نسميوها مالادي ترديف. شنو هما الحاجات اللي نلقاهم في المالادي بريكوس؟ اون فيت البكتيريا هذيا تنجم تتسبب بسيبسيس، وين البكتيريا هذيا نلقاوها في الدم، ودونك باش تعطينا ايبوتونسيون وليسيني نتاع السيبسيس الكل. وزادة تجم تعطينا بنوموني اللي هي انفكسيون متاع الواري متاع النوفوني متاعنا، دونك هل طفل صغير اللي مازال كيتولد. دونك زادة في المالادي ترديف باش نلقاو سيبسيس، ولكن الاخطر من هذايا انه في المالادي ترديف نلقاو مينانجيت اللي هي انفكسيون متاع لي مينانج. اون فيت لازمك تعرف شنو ما اكثر ديكوز بكتيريان متاع مينانجيت عند النوفوني، اللي هما اون فيت ثلاثة أسباب. ستريبتوكوك جروب بي اللي هو أول واحد، اون فيت هو ريسبونسابل على حكاية 50% من ليزانفكسيون نتاع المينانجيت عند النوفوني. من بعد نلقاو الإشرشيا كولي 20%، وأخر حاجة ليستيريا مونوسيتوجينيز 10%. دونك ستريبتوكوك جروب بي هو أول سبب البطل كما نقولو نتاع المينانجيت نتاع النوفوني. به كيفاش هالستريبتوكوك جروب بي ولا ستريبتوكوك أغالاكتي تجم دونك تربح البدن نتاع البيبي؟ البكتيري هذية عندها كبسول، والكبسول هذية متكونة من بوليساكاريد معناتها سكر، والسكر هذا سبيسيال على خاطر هو الأسيد سياليك. علاش هو سبيسيال؟ على خاطر الأسيد السياليك هو سكر موجود بطريقة طبيعية في البدن نتاعنا،
بالطبيعة الكبسول هذه باش تحمي البكتيري من لسيلول فاجوسيتير ما ينجموش يفاجوسيتيوها. هذه حاجة. بخلاف هذايا الأسيد السياليك هي حاجة موجودة في البدن نتاعنا، دوكوني البكتيري أوفيت تستعمل حاجة اسمها الميميتيزم موليكولير، وين قاعدة تنقل على حاجة موجودة في البدن نتاعنا اللي هي الأسيد السياليك. السيستيم الميونيتير ما هوش باش يمشي يهاجم حاجة تبعتنا كما الأسيد السياليك. بطبيعة كما تعرف باش ينقذوا على بكتيري اللي هي عندها كبسول لازمنا نصنعوا أنتيكور أنتيكابسول، ولكن بما أن الكبسول هي متكونة من أسيد السياليك السيستيم الميونيتير ما هوش باش يصنع الأنتيكور هذوما. دونك هذا كيفاش البكتيري تحمي روحها من السيستيم الميونيتير. حاجة أخرى على البكتيري هذه هي أني كما قلت تعيش في الفاجا، وفيت كيفاش تعيش في الفاجا هي تصنع ديزاديزين اللي يمكنها أن تلصق بالإبيتاليوم متاع الفاجا كما ترى هوني. الفاجا هو مليو أسيد، ولي رشاش جدد يقولون أن ستريبتوكوك أغالاكتيه إن فوا تبدأ في مليو أسيد ما تصنعش برشا ديزاديزين، وبالتالي ما تجمش تلصق برشا بالإبيتاليوم. بخلاف هذايا الفاجا هو مليو معبي بالبكتيري اخرين بخلاف ستريبتوكوك اغالاكتيه، دونك البكتيري هذيا باش تلقى روحها اون كومبيتيسيون مع دي بكتيري اخرين برشا، دونك ماهيش باش تلقى روحها مرتاحه في المليو هذيا. اين فوا دونك البيبي هذاك باش يتعدى بالفاجا والبكتيري هذيا باش تتعدى للبيبي، البيبي اون فيت باش تلقاه مليو اللي هو نوتر، ونعرفوا انه في مليون نوتر البكتيريا هذه باش تزيد تصنع ديزاديزين، وهذا اون فيت يمكنها ان هي تلصق بالبيبي وتعمل انفكسيون ليلو. كما نعرفوا الاديزيون هي اول ايتاب نتاع انفكسيون. بخلاف هذايا البيبي مازال ما عندوش فلور بكتيريال، وبالتالي ما عندوش دي بكتيري اللي هما اون فيت باش يدخلوا اون كومبيتيسيون مع البكتيري نتاعنا. دونك هذا كيفاش ستريبتوكوك اغالاكتيه تجم تبدا الانفكسيون. نتعداو توا نشوفو كيفاش البريفونسيون نتاع الانفكسيون بالبكتيري هذيا. اون فيت اي فام اون غروسيس نورمالمون نعملو لها بريليفمون فاجينال في اخر تريمست الثالثه، واذا كان البريليفمون هذيا لقينا فيه ستريبتوكوك اغالاكتيه فانه باش نستناو وقت اللي يبداو لي كونتراكسيون اوتيرين نتاع الولاده، باش نعطيو البينيسيلين جي اللي هو يمكننا انو نقتلو البكتيري هذيا في الفاجا من قبل ما البيبي يتعدى بالفاجا في الولاده. هذه هي شنو الفكره، علاش باش نقعدوا نستناو لين يبداو لي كونتراكسيون اوتيرين نتاع الولاده؟ على خاطر اون فيت اذا كان باش نستعمل انتيبيوتيك هذايا من الاول تجم تقتل البكتيري هذيا، وبعد كي تجي تولد تلقاها رجعت، دونك خاطرها تابعه للفلور بكتيريال، دونك تجم ترجع بطريقه عاديه. دونك هذاك علاش باش نستناو حتى لين يبداو لي كونتراكسيون تاع الولاده، معناتها الولاده ما عادش مازال لها برشا، وباش نعطيو الانتيبيوتيك هذايا. اذا كان الانفكسيون بستيبتوكوك جروب بي صارت عند طفل صغير مثلا عملت له مينانجيت، وقتها لازمنا نعطيو تريتمون افيكاس. التريتمون هذايا بازي على الامبيسيلين اللي هو نوعيه من البينيسيلين مع جنتاميسين، دونك باش نستعملو كومبينيزون تاع دوز انتيبيوتيك على خاطر هذه انفكسيون اللي هي خايبه برشا. دونك هذه هي شنو الفكره، وهذه فيديو اليوم ان شاء الله نكون عاونتك.